مباراة صعبة مثل ما تفضلت. فريق المرخية فريق جيد، قدم نفسه بصورة جيدة من خلال الموسم الحالي، كسب احترام الجميع سواء على مستوى النتائج أو على مستوى الأداء. بالطبع هي محطة أو مباراة مهمة بالنسبة لنا، دائما ما كان شعارنا المباراة القادمة هي أهم مباراة في الموسم. تناسينا الحمد لله رب العالمين نتيجة مباراة الريان، نركز على مباراة المرخية. المرخية فريق صعب يقدم مستويات مميزة مع الكابتن عبد الله مبارك، ونتمنى أن مستوانا ونتيجتنا تكون أفضل من المباراة السابقة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، المباراة راح تكون صعبة خاصة أمام فريق المرخية غادم وبقوة، لكن نطمح إن شاء الله نوصل على منصات تتويج هالموسم ونطلع بالصورة التليق بنادي العربي. أعتقد صدارة الدوري في أول 5 جولات ما تعني أي شيء لأي فريق، جميع الفرق متقاربة، ممكن اليوم تفوز تعزز صدارتك، ممكن تخسر ترجع للمركز الخامس والسادس، كونها البطولة في بدايتها والدوري في بدايته فصعب جدا أن نتكلم عن الصدارة. تركيزنا فقط على مبارياتنا، وتركيزنا فقط على أنفسنا، تركيزنا فقط على المباراة القادمة بغض النظر عن جدول الترتيب، لأن احنا إن شاء الله نكون جاهزين لمباراة المرخية. صحيح مثل ما قال الكابتن يوسف علي، أهم شيء في بداية الموسم جمع نقاط أكثر، لكن إن شاء الله مثل ما قلت لك نطمح بهذه المباراة وننسى المباريات الباقي ونركز على هذه المباراة. نطمح دائما أن نكون نظهر بصورة أفضل من الصورة السابقة. مباراة الريان مباراة كسبناها لكن ما ظهرنا بالصورة اللي نعرفها عن فريق العربي وعن اللي تعكسنا الإمكانيات اللي موجودة في الفريق، وإن شاء الله أن المستوى يكون أفضل في المباراة القادمة إن شاء الله. صحيح مثل ما قلت المباراة كانت صعبة، لكن الحمد لله كسبنا المباراة، وإن شاء الله نطمح للتواصل على نفس الأداء ونتفادي الأخطاء.